وللحديث عن الحراك العسكري الإيراني والتحشيد على الحدود من جهة كردستان العراق وسط حديث عن انسحاب الجماعات المعارضة الإيرانية، ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي العراقي عبد القادر النايل. حياكم الله معنا أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الأفاضل. أهلا بك أستاذ عبد القادر. كيف تقرأ بداية التحركات الإيرانية الأخيرة على الحدود مع كردستان العراق، خاصة أن هناك من أكد أن أهداف هذه التحركات هي احتلال أراض عراقية وليس استهداف المعارضين الإيرانيين؟ من المعلوم تماما أن إيران تريد بسط سيطرتها العسكرية على جميع الأراضي العراقية ولا سيما الشريط الحدودي، ومعلوم تماما هي استخدمت أدوات أخرى غير مباشرة مرتبطة بها تحمل السلاح كميليشيات الحشد كالبككة في سنجار وكميليشيات في سوريا، وبالتالي هناك عمليات ربط ما بين الحدود العراقية السورية من الأنبار إلى نينوى، وأن المنطقة التي لا توجد فيها الميليشيات التابعة لإيران أو لإيران بشكل مباشر تسيطر عليها هي أربيل ودهوك بشكل واضح وصريح أقولها. فلذلك هي تسعى إلى أن تكون هناك تواجد حقيقي لها داخل هذه المحافظات العراقية بعد أن فشلت عمليات القصف وعمليات حقيقة الوجود الحشود الميليشياوية على هذه المحافظتين على حدودها سواء من اتجاه نينوى أو من اتجاه كركوك، فضلا عن وجود سنجار تابعة للبككة. كل هذا حقيقة أعطاها نوع من الاستقلالية، وبالتالي إيران تطمح إلى التدخل في شمال العراق أو في كردستان العراق من أجل حقيقة أن تكون القواعد الأمريكية ولا سيما قاعدة حرير في مرمى نيرانها، لأنها تعتقد إذا كانت هناك ضربة عسكرية ستستخدم قاعدة حرير لاستهداف منشآتها كما يروج له بهذا الإطار. لذلك إيران تسعى إلى التواجد، تتخذ من أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية المتواجدة بشكل مدني ليس بشكل مسلح داخل دهوك أو أربيل ذريعة لهذا التواجد ولهذا التحشيد العسكري، وبالتالي هذه المنظمات موجودة، يعني ليست الآن موجودة من ثمانينات القرن الماضي، فلماذا الآن يجري التحرك عليها؟ ولماذا إيران من جهة تدرب ميليشيات أجنبية كالبككة حزب العمال نعم، الكردستاني هذا في معسكر مجاهدي خلق؟ نعم أستاذ عبد القادر، سنأتي على هذا الموضوع، يعني الازدواجية في التعامل مع الجانبين، ولكن هنا السؤال، يعني جماعة كادحي كردستان الإيرانية المعارضة أعلنت عن بدء عمليات سحب عناصرها المتمركزين على حدود كردستان، يعني إلى باتجاه الداخل. هنا يعني بهذه الانسحابات، هل سحبت الذرائع من يد إيران؟ أولا بالتأكيد يعني أربيل لديها نفس طويل، وبالتالي تسحب هذه المقرات أو هذه العناصر الموجودة والتي لا تشكل خطرا على إيران بالمطلق، تسحبها من أجل تفويت الذرائع. وهنا أؤكد حقيقة أن إيران لن تجرؤ على التدخل العسكري بقواتها لأنها ستعطي ذريعة لمجلس الأمن الدولي كما حدث العراق سابقا، بأن يكون هناك مبررات لتجميع قرارات دولية باتجاهه سواء بالحصار أو بضربات عسكرية محدودة، وبالتالي إيران لن تعطي هذه الذريعة. ولذلك هنا من قناتكم أؤكد على أن إيران لن تجرؤ على أن تتدخل في كردستان العراق، ولكن هناك حشودات عسكرية. هذه الحشودات العسكرية للحصول على تفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه كما تعلم أنهم قد استخدموا العصا الغليظة مع أربيل بقطع الموارد الاقتصادية، بقطع تصدير النفط باتجاه جيهان التركية، بإثارة المشاكل مع تركيا، وبالتالي قطع الإمدادات النفطية. هذا كله حقيقة إيران تقف وراءه، وبالتالي إيران تعمل على تجويع الشعب الكردي باتجاه قطع رواتب الموظفين، وهي تعتبر جريمة لأن رواتب الموظفين ينبغي لا تخضع للمزايدات السياسية في شمال أو كردستان العراق، لكن إيران ضغطت على الحكومة وبالتالي وجهتها باتخاذ تدابير، وإلى هذه اللحظة رأيتم الحراك الذي يجري ما بين أربيل وبغداد باجتماعات لم تسفر عن حل المشاكل ولا سيما الاقتصادية فيها. لذلك إيران لديها أوراق، هذه الحشود العسكرية للتفاوض المباشر مع إيران مع أمريكا، لأن قاعدة حرير ستكون تحت مرمى النيران الإيرانية، وبالتالي
معلوم تماما انه هذه تنبغي عليها مفاوضات لعدم استخدام القواعد او السماح ربما لضربات جويه محدوده باتجاه ايران على المفاعلات النوويه، طيب فلذلك القضيه لا تتعلق. المستشار السياسي لرئيس الحكومه محمد السوداني تحدث عن وجود حوارات مع الجماعات الايرانيه المعارضه لنزع سلاحها، السؤال الذي يطرح نفسه هنا، كيف ستضمن حكومه السوداني عدم تسليم هؤلاء المعارضين لايران عند نزع سلاحها؟ اولا حكومه السوداني تسعى دائما الى تسليم كل المعارضين، وقد سمعتم بالمعارض الإيراني الذي استدرج إلى بغداد في حكومة الكاظمي وتم تسليمه إلى إيران. إيران تسعى إلى أخذ جميع هؤلاء، وحكومة السوداني تعمل بجد وإخلاص عبر ميليشياتها وأجهزتها الحكومية لتسليم ما تريده إيران، أو السعي إلى تسليم ما تريده إيران، وبالتالي لا ضمانات. فحكومة السوداني ليست بمعزل وليست طرفا محايدا أو نزيها، هي تعمل لصالح إيران. ولماذا حكومة السودان لم تعمل بهذا الملف لنزع أسلحة حزب العمال الكردستاني المتواجدين في سنجار والذين يحتلون رسميا أراضي عراقية ويهجرون أهلها؟ هذه الازدواجية التي تعمل إيران، التي أيضا تدعم حزب العمال الكردستاني وتوفر. ما هو السبب برأيك؟ السبب الرئيسي أن إيران تعمل على مصالحها الخاصة، وأنها تريد بسط نفوذها على العراق ومع المتعاونين معها، وتريد تجريد الآخرين من أي مصادر قوتهم. ولذلك حقيقة هذه الأهداف التي تتخذها هي عملية السيطرة الكاملة على الأراضي العراقية، لا عملية نزع سلاح هذا الفصيل أو ذاك الفصيل. وحتى الأحزاب المعارضة الإيرانية لا تمتلك قوة عسكرية يمكن تؤهلها أن تتواجد أو أن تكون لديها أسلحة ثقيلة. كل ما يحدث الآن هو عمليات ضغوطات، كل ما حصلت إيران على هذه الضغوطات هي استفادت منها، لكن هنا أؤكد هذه الضغوطات العسكرية والحشودات العسكرية هي الرسائل لأمريكا، ولذلك حقيقة ترى أن إيران تدعم كل ما هو مسلح ضد تركيا على سبيل المثال. نعم، عذرا للمقاطعة، كنت ضيفا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر نايل، شكرا جزيلا لك.